السلام عليكم. مرحبا حسين، يا هلا وسهلا. مساك الله بالخير. يا هلا وسهلا بك. الحقيقه اذكروا عن ان عندك قصه حلوه ودنا تسمعنا اياها حتى المشاهدين يتمتعون فيها. ممكن تعطينا القصه؟ والله قصه الواحد من ربعنا خطب له بنت بالحاره، والبنت هذه مجنونه، يعني ما في احد ما خطبها. ويوم خطبها من ابوها قال ابوها انا ابي منك جهاز تحل لي لغز بعطيك اياه، واذا حليته جوزتك البنت. قال انا مستعد بالشيء ذا. قال وش لغزك يا خال؟ قال اللغز ابيك تجيب لي معنى العقل. معنى العقل. اي نعم تسلم. وقالوا غيره، قال بس لا جبت لي معنى العقل كفيت ووصلت جوزتك البنت. جاء الولد وعد عدته وانا سيارات فيها الابل من اول وفيها الخيول وفيها الحمير، لكنه امتطى الجمل وحط ثايته وقشه وفراشه وعدله مايله وقرب الماء وشدهن على الجمل توكل على الله يسأل عن العقل. اي نعم. اتجاه حايل تسلم على تيمة على تبوك على مناطق الساحل ضبا والوجه وملج على ينبع، طلع الرابغ وطلع الجدة وطلع المكة وطلع من مكة للطايف، واستقر بالطايف له يومين نشد ما لقى نتيجة. تسلم. توجه للجنوب، ديار الجنوب. تسلم. جاء الباحة وجاء النماص وجاء الجرشي وجاء المناطق الثانية يتنشد. يوم جاء أبها ويمشي بك المكان اللي فيها جبال منخفضة ومرتفع، ورفع راسه ولا فيه قصر برأس الجبل. تسلم. طلع على القصر ذا، دور المخرج اللي يطلع له وطلع معه، ولما جاء رأس الجبل حصل القصر هذا بمكان متواسي ومنبسط، وحصل على باب القصر بنت تحارس البوابة. سلام عليك والسلام. وين صاحب القصر يا بنت؟ قالت صاحب القصر ركب الهواء يطرد الهواء، ركب الهواء يطرد الهواء. نعم. أسكت. قال طيب أبي صاحبة القصر. قالت صاحبة القصر هي والدتي، لا أصبحت وصلت الفجر أكلت قرص وراحت تعصلها لما الليل. أيوة. تمشي بمعصية الله لما الليل. قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تسلم. تشطر وربط الذلول ونزل ثايته ويبي يزين قهوه وشاي يرتاح شوي. قالت له ممنوع تشبه هنا، انت بضيافه القصر، ادخل للقصر ونضيفك. الله يحييك. الله يحييك. اما تشبه عند القصر عيب هذا عندنا. قال طيب انا يعني ما في احد القصر بجلس معه ولا بسولف معه. قالت اجل انتظر هنا لما يجي الوالد. الوالد ما يجي الا قبل الليل. هم الحين يعني الضحى قبل الظهر. سولف وياه وتناقش وياه وقال ابي معنى كلامك ان تقولين الوالد ركب الهواء يطرد الهواء، وش معناته ذي؟ قالت ايه هو ياه والخيل، ركب الخيل يطرد الطيور على الخيل ويطرد الضباء ويطرد يعني مقناص، وهذه معناه ركب الهواء يطرد الهواء. قال طيب والوالدة أنت قلت إنها تروح تعصلى من الصبح إلى الليل، يعني هذا شيء مو بسيط. قالت نعم، الوالدة إذا أفطرت تروح للمقبرة وتقعد عند قبر أمه تنوح تصيح لما الليل، وهذه معصية لعن الله زائرات القبور. أي نعم. والنياحة على الميت برضو كل هذه حرام. أي نعم. صار معناته صحيح كلامي صحيح. طيب قال انا بسال سؤال، عندي سؤال بسال زيو. قالت ابشر تفضل. قال وش معنى العقل؟ ناظرته وضحكت. قالت انت يعني رجال كبير ما تعرف العقل؟ قال انا جاي ندور عن العقل. تسلم. قالت له العقل هو الصبر. نعم. إذا كان الإنسان عنده صبر فهو عاقل، عاقل واتكل. فهو عاقل. فهو عاقل. نعم. وهذا ما له معنى أي معنى ما له غير العقل.
كانوا ما شاء الله مبدعين ما شاء الله عليهم، كانوا يعني كلامهم كله الغاز. قال اجل انا بتوكل على الله بمشي. قالت ليش؟ قال الشغل اللي انا جاي له انت، وانا بتوكل على الله، اهلي بعيدين انا بالجزيره. قالت حياك الله، ويمشي من عنده على ذلوله، يقوم له اسبوع يمشي لما جاهله. يوم جاهله تريح يومين وراح لخاله اللي هو خطب منه البنت وقال له عطنا معنا العقل. قال ها يا فلان، هل جبت جواب اللغز اللي اعطيته؟ قال نعم يا خال، ما جيت الا انا جايبه، لانه قام بالمده هذه حدود 5 أو 6 شهور ما شاء الله يدور على الشيء ذا. ما شاء الله. قال وش معناته؟ وش حصلت؟ قال معنى العقل الصبر. قال برافو عليك ما شاء الله، هذا هو الجواب الناهي، ولا له جواب ثاني غيره. يا سلام عليك، وابشر بالبنت، توكل على الله وفاز فيها. نعم، وجوزها البنت. يستاهل، يستاهل على هالمشوار الطويل. نعم، يعني واخذ التعب، مشوار واخذ تعب واخذ يعني الجهد. جولة بعيدة. نعم، وتعب بالموضوع ذا لما نحصله. لكن يعني من القصة ان البنت تستاهل هذه الجولة كلها. يعني نعم تستاهل، البنت بنت يعني بنت رجال ومزيون ويضرب بها المثل. الله يعطيك العافية، قصة جميلة الحقيقة تمتعنا فيها. يا هلا، ونتمنى لك التوفيق. شكرا الله لك. الله